فنيا تحتضن مدينة رودانت على مدى 3 أيام فعاليات الدورة الأولى لمهرجان أسوار الفيلم القصير. الحفل الافتتاحي تم خلاله تقديم برنامج الدورة والأفلام التي ستتبارى على جوائز المهرجان. أعلن جبار العابد النيلي ومبارك زمحني. أشنو هي المسيرة الخضراء؟ عنوان الفيلم القصير الذي قدم خلال الجلسة الافتتاحية لمهرجان الأسوار للفيلم القصير المنظم بتارودانت والذي ستتبارى على جوائزه 7 أفلام توجت بجوائز كبرى في مهرجانات بالمغرب نظمت سنة 2015. صراحة الأفلام المشاركة كاملة حاصلة على جوائز. هذه المنافسة أكيد غادي تكون قوية، ولكن الإنسان ماشي خصو يشارك باش ينافس، خصو باش يتعرف على ناس جداد، يشوف أفلام جديدة، يزيد ثقافات، يكتسب أصدقاء أخرين. درنا لهم واحد الفضاء للتعارف بعدا أولا، ثم للحوار فيما بينهم، وبمساعدة أساتذة باحثين باش يشوفوا النواقص اللي عندهم في الأعمال ديالهم في الإبداع ديالهم، بس السنة المقبلة إن شاء الله يجوا أكثر خبرة وأكثر استعداد. وبالموازاة مع الأفلام القصيرة المتبارية على جوائز المهرجان، سيتم عرض أفلام بانوراما بالهواء الطلق لفائدة جمهور المدينة المتعطش للفن السابع. تارودانت لها علاقة قديمة مع السينما، هناك أفلام كبيرة صورت هنا في تارودانت، وهناك سينمائيين كبار يحبون أن يكتبوا السيناريو هنا في مدينة تارودانت، وبزاف الناس ما كيعرفوش هذه القضية دي. برنامج مهرجان الأسوار للفيلم القصير الذي ينظم بتارودانت على مدى 3 أيام يتضمن كذلك محاضرات وسهرات فنية وخرجات ترفيهية لفائدة المشاركين، إضافة إلى تكريم فعاليات رودانية سطع نجمها في مجالات مختلفة.